صباح الخير لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ماد غاديو، موعد جديد في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. في موضوعنا اليوم غادي يكون على القمل، فكيف ما شرنا يعني في الكثير من الحلقات فكانت الشكاوي ديال كثير من الأمهات اللي يعني اكتشفوا القمل في يعني في شعر ديال الوليدات ديالهم. يعني بالفعل البعض كيقول أنه مشكل ديال العدوى جاء من المدرسة وصعاب عليهم أنه يزول من شعر ديال الوليدات. فاليوم غادي نتكلموا على هذا المشكل رفقة ضيفتنا طبعا الدكتورة نائلة دراعو اللي هي طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير، مرحبا بك معنا دكتورة نائلة. صباح النور عفاف. أهلا وسهلا، دائما كتنوريناك كل يوم أربعاء، فمرحبا بك معنا. شكرا عفاف، وكنشكر المستمعين والمستمعات نعم. إذا اليوم كيف ما شرنا موضوعنا دكتورة نائلة دراعو غادي نتكلموا على القمل، فكانت شكاوي ديال كثير من الأمهات اللي يعني اكتشفوا هذا الأمر في الشعر ديال الوليدات ديالهم وصعاب عليهم يعني أنه يزول، فحاروا ما بين العلاجات اللي هي غتصلح ليه. فاحنا كنعرفوا أنه المشكل ديال القمل يمكن زمان ارتبط بظروف اجتماعية واقتصادية معينة، فاليوم لما كيظهر مثلا في الشعر ديال الوليدات عند هذه الأمهات فالأم كتحس بنوع من الإحراج، كأنه الوليد ما نقيش، كأنها ما كتعتنيش بالنظافة ديالو والكثير من هذا النقط. فاليوم دكتورة نائلة وانتي بالفعل غدت يعني تأكدي لنا هذه المسألة، واش مؤخرا بالفعل كان استشارات عندك مثلا في العيادة ديالك بخصوص هذا المشكل؟ ألوغ فعلا بيان سور، وهذا مشكل اللي رجع بقوة ماشي غير في المغرب، دونك في المغرب وفي البلدان الأوروبية كذلك. فرنسا يمكن كنا في الكواليس تكلمنا أنه فرنسا يمكن اليوم راه هذا المشكل في المراتب متقدمة عندهم في هذه الأونة. فعلا ألوغ واحد الشكل كثير، وسيغتو بالنسبة للأطفال لأن كينتقل اكثر عند الاطفال اكثر من البالغين. البالغين يمكن لهم يتصابوا، ولكن حيت كاين واحد الناس اللي كيتصابوا اكثر هما الاطفال، هما الناس اللي عندهم كيصيب البنات اكثر من الاولاد. البنات اللي عندهم شعرهم طويل اكثر من الشعر القصير، الوليدات اللي كيعرقوا بزاف داكوغ، لانه هو هاد لو بو او القمله شنو هي؟ هي واحد البارازيت اللي عنده اتصال من شخص الى شخص، ما كنلقاوش في الحيوانات نهائيا. دونك كيكون من شخص الى شخص، دونك عنده واحد كنسميوه لا ترانسميسيون الي هومان، هو بارازيت انساني، ستادير كيتربى في الشعر ديال الانسان، كيعجبو الشعر اكثر من ستادير لا بول اخرى، دونك كي بريفير انه يكون في الضغط ديال الشعر. هو المناخ الملائم ليه، هو المناخ ليه، كيكون في واحد درجه الحراره اللي كتكون تقريبا 32 درجه، دونك 32 درجة بالنسبة للمنطقة الخارجية، حنا عندنا الداخل بلوس، عندنا دايوغ جوسكا 37 في الداخل البطن ديالنا، مي 32 ما كتكونش برا. دونك ملي كيكونوا الوليدات كيتحركوا كيعرقوا، وسوفون الوليدات كيلبوج بوكو، كيتحركوا في ليكول في الدار، المارش الكور، دونك كتكون ديك لا ترانسبيراسيون أو العرق اللي كتكون عامل في انتقال وانتشار هاد القمل أو لي بو. ألوغ اللي كنعرفوا أن القملة وخصنا نتأكدوا من هاد الشيء، راها ما كطيرش داكور وما كتنقش، سيتادير ما الفا با فولي وما غتصوتيش من راس الراس. الوغ كيفيه الانتقال؟ ملي كيكون كونتاكت ديال الشعر على شعر، الوليدات سوفون كيكونوا بحال كيتعنقوا كيجريو كيتحوا على بعضهم، دونك سي بور سا كو كتنتشر بيناتهم العدوى بواحد الصوره كبيره في اون ايكول ولا اون سال دو سبور ولا اون كراش ايتو. دونك علاش هذا مشكل كثير وكاينين في بزاف ديال المدارس؟ ومفي فعلا ملي شرتي لهذه النقطه راه ما عندوش، حيت هذا كيبقى دائما واحد الموضوع فيه شويه الحشمه وشويه الاحراج بالنسبه للامهات وبالنسبه للاباء، لان بالنسبه لهم وليدهم ولا بنتهم فيها القمل ايغال انها ما كتهلاش فيه وانها ما نقياش وانه عامل عنده علاقه بقله النظافه. نو سي با فري، دابا بالعكس ولينا كنشوفوه في الطبقات الراقيه وكنشوفوه في لي زيكول الراقيه في اي ايكول، دونك ما كاينش هذا الاشكال ديال يكون واحد الاحراج من ناحيه ديال الاصابه به. الوغ دونك هاد العوامل هي اللي كتخلي هاد القمله. الوغ القمله فاش كتمشي عرفتي كتعيش بزاف داكوغ، راه كتعيش تقريبا ما نبداوش نحكوا يعني، دونك راه كتعيش تقريبا واحد 10 ايام وهي الى اونفي دي جوغ، عاد كتموت. الوغ كتبدا كدير في البيضه ديالها، دونك تقريبا في هاد المده ديال 10 ايام كدير تقريبا من 10 حتى 30 بيضه في النهار، وملي كتموت كتكون دارت 300 بيضه. دونك علاش القمل كينوض واحد الصوره كبيره؟ الوغ البيضه ديالها شنو هي؟ هي السيبانه او لا لونت. الوغ السيبانه فيها جوج الانواع، فيها السيبانه الحيه والسيبانه الميته. باش غنعرفوا بيناتهم
ان بعض المرات كياخذ الانسان علاج وما كيعرفش واش هذاك الصيبان شنو هو، واش حي ولا هذا. الوغ الصيبان الحيه كتكون كتبان لينا عامره شويه، سيتادير منفوخه، هي سو فورم دو لونتي، دايره بحال بلوتو با دو لونتي، نو بلوتو با لونتي لوزونج، يعني بحال كانها مغلفه، مغلفه بيضاء، وكتكون كتبان لينا شويه الداخل ديالها بحال غري مايل للرمادي، ماشي بيضاء، ماشي بيضاء 100%، كتكون عامره شويه منفوخه ولاصقه. الوغ هذيك اللصقيه راه خصنا نعرفوها ونستروا عليها بالحمر، كتلصق على الجلده بواحد لصق اون كول، كتلصق على الشعره، امبوسيبل باش انك ديتاشيها وتحيديها. هادشي علاش غنعرفوا علاش الوليدات كيعاود يرجع لهم القمل ولا ما كيبراوش منه، انا خصنا نعرفوا. الوغ هذا هو العامل ديالنا، اون فوا كت هذيك القمله غادي تمو غادي تبيض، دونك هذيك البيضه كتلصق على الزغبه بهذيك هذا، وكتكون قريبه الغاسين ديال لو شوفو تقريبا واحد سنتيمتر. هذه هي القمله الحيه، باردون الصيبانه الحيه او لا لونت. الوغ ملي لا لونت كتموت، الوغ حتى هي كيجي واحد الوقت ديال لانها كتموت، كتولي ناشفه، ما كتبانش لينا هكا عامره، كتبان لك رقاقه، نشافت ولات كتبان بيضه اكثر، وكت كت كت ما كتبقاش على تقريبا 1 سنتيمتر من الجدره، كتفوت 1 سنتيمتر بحال طلعت. علاش هذا الفرق ضروري؟ لان مراقبه الامهات ولا الطبيب ديالهم ولا المربيه اللي مشرفه عليهم في لاكريش ولا في ليكول كتخليهم يعرفوا واش هذا الوليد راه بدا كبر، سيتادير ولا راه باقي عنده داك الشيء ايفولوتيف، يعني مازال كيتطور وكي وغادي يخرج وباقي كيعادي، باسكو العدوى اللي كثيره بواحد الصوره قويه بحال اللي تكلمنا على الجربه. ولذلك المراقبه ضروريه، كتبدا في الدار وكتسالي في المدرسه او في لاكريش باش نليميتي ونحصروا هاد الامراض اللي كتكون معديه بحال هكا. نعم، على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم دائما احنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. دائما ضيفتنا هي الدكتوره نائله دراعو، اللي هي طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. طيب نرجع معك دائما لموضوعنا دكتوره نائله دراعو على القمل، فانت شرتي المده اللي كتعيشها، يعني كل قمله شحال كتخلي ديال البيض وهاد المسائل كلها. طيب عاده الاكتشاف ديالو بطبيعه الحال كيكون سهل بالنسبه للامهات او لا، ولكن بعض المرات الام كتبقى في حيره من الامر ديالها. الوليد ديالي نقي، دائما كياخذ الدوش ديالو، دائما مراقبه النظافه ديالو، فمنين جا؟ شرتي المساله ديال العدوى بطبيعه الحال، وهنا الام ممكن انه تبدا يعني تكون في حيره اكثر لما كيكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال الوليدات. فبطبيعه الحال لما كيظهر في الاول اكيد يعني كتكون نسبه كبيره واحتمال كبير انه غادي يعادي بطبيعه الحال الاخوان ديالو. طيب هنا غير بالنسبه للعدوى كيف ممكن انه الامهات يتجنبوها الا كان مثلا في وليد واحد ما ينتقلش الاخوان ديالو؟ اول حاجه الا بغينا ليميتيو العدوى خصنا نداويو اكتيفمون وبواحد الطاقه كبيره هذاك لونفو، خصنا نداويو ونتجندو ليه. هذا الموضوع ديال القمل والصيبان بحاله بحال الجربه اللي تكلمنا عليها، كتبغي واحد التجنيد وكتبغي واحد لا فورس باش نعالجوا هذا المشكل الا بغيناه يتحد. ثاني حاجه الا بغينا هاد العدوى ما تكونش وتنتقل لوليدات اخرين في نفس العائله، لي زوبجي اللي كيتقاسموا بيناتهم، هو سي فري ان اللي حاجه اخرى اللي ما شرتش لها، ان القمله ملي كتخرج من الشعره كتموت لان ما كتقدش على البروده ديال المناخ، كتموت من بعد 24 ساعه حتى 48 ساعه، يعني نهار حتى اليومين كتموت الا خرجت من لو شوفو. فوالا الوغ حتى الا الوليد كان كيتسكا بون لا، مثلا كنشوفوا في لي سياج اوتو الوليدات اللي كيكونوا في لي سياج اوتو ديال لا فواتور فين كي لو لي ديالهم، ولا سورتو كانوا في ديك الساعه مسكين وجا ان اوتر انفون تسكا في نفس البلاصه، دونك عندها هي بحال كتشم الشعره، ولا خداو كذلك الدوش ديالهم بزوج في نفس الوقت مع بعضياتهم، هذا بنفس مثلا لي زوستونسي. مي الانتقال بلي زوبجي، يعني الانتقال بلي زوبجي اللي كيكونوا كيتشاركوهم هاد الوليدات بارابور الانتقال من شعر لشعر في لو مومون ديال التعناق وديال اللعب وديال هذا، داكوغ؟ دونك باش نبقاو منحصرين في هذا، راه الا انتقل كيكون ان كونتاكت ديريكت ما بين وليد فيه وليد ما فيهش، داكوغ؟ الوغ كيف ما شرتي، اول حاجه اللي غتمكننا باش ليميتيو العدوى ونحصروا هذا المرض هي نبداو التريتمون ديال الطفل. الوغ لو تريتمون مالوغوزمون ما كاينش فانيد بحال بالجربه، ما كاينش براوات، ما كاينش شي حقن ولا شي حاجه ميراكولوز غتشرب وغادي تموت، دونك لازم نتريتيو الحاجه بطريقه موضعيه. ولذلك حيت هاد السن ديال الوليدات ما كيبغيوش، ما كيكونوش ساهلين، ما كيبغيوش ياخذوا لا دوش فاسيلمون، في بعض الحالات كاين الوليدات اللي مي في اغلب الاحيان هذا هو المشكل اللي كنطرقوا ليه، ما كيبغيوش ياخذوا لا دوش، ما كيبغيش سورتو البنيات، لان كيف ما شرنا كيجيو البنات اكثر واللي كيكون عندهم شعر طويل وكثيف، دونك ما كيبغيوش لا بغوس دونك المشيط، دونك ما كيخليوش لا مامون تمشط ليهم، الوغ كو هاد الشيء ضروري في العلاج. يعني حنا شنو كنديرو بالنسبه للعلاج؟ كاينين بخاخات، كاين محاليل اللي كتوضع في الشعر وكتبقى واحد المده على حسب البرودوي وعلى حسب السن ديال الطفل ما بين نص ساعه حتى ربعه ديال السوايع. الوغ شنو كيدير ديك البخاخ؟
كيدوخ داكوغ، وبحال كيطلق واحد شويه دوك لي زاتاش، راه القمل يمشي ولكن البيض هو الخطير، كيطلق داك لي زاتاش ولا ديك اللصقه اللي دوينا عليها اللي كتلصق اللي هو الشعره اللي هو الصيبان، غير كيدوخو كيطلق واحد شويه بحال الا ما جيناش حنا ومشطنا من بعد ما درنا داك لو برودوي بطريقه فعاله، راه ماشي مشات ديالها كنبغوسي، راه كنشد اون ميش باغ ميش وكنهبط، وسوفون كنقولوا لي مامون انهم يستعملوا مشطه رقيقه بحال المشطه اللي كانت زمان رقيقه دوك السنينات، ونقدر نعاون باش نو نشد على شكل خيط، الخيط ديال الخياطه وندورو على السنينات ديال هذيك المشطه، ندورو بحال شي شبيكه ندير تقريبا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الدورات باش كيبقى يوحل داك الصيبان ملي كنبداو نمشطو، كيشد في داك الخيط، كيشد في هذاك الخيط اكزاكتومون. الا ما درناش بحال هكا راه واخا نبقى نديرو هاد الرشاشه 70000 مره في النهار ما غتقديش راه خص المشيط، والمشيط يكون دو مانيير انرجيتيك، ودايوغ في الاول كندير واحد التريتمون ديال جوج الاسابيع اللي كل نهار الام او الاب كيدير لو برودوي للشعر وكيمشطو مزيان، ومن وكاينين دابا دي شامبوان اللي هما تاهما ضد القمل وضد السيبان، وعاد باغ لا سويت كاين واحد الطريقه حتى هي عاديه دونك نقدروا نتكلموا عليها، المد الخل كنصحوا من بعد ما انه يغسل الطفل تغسل ويتمشط يدار ما فيه شويه الخل باش حتى هو كيساعد على ان داك السيبان يبقى ان بو ما لاصقش، داك الماء مع الخل كيتشلل به الشعر الاخر كيتشلل الاخر اكزاكتومون. دونك هذا هو تقريبا الادويه، ما كاينش اكثر من هذا الشيء، كاين بخاخ كاين شامبوان وكاين واحد لا بوماد اللي الاستعمال ديالها خصو يكون تحت استشاره طبيه، ونحاولوا والله يخليكم نتجنبوا بعض الاشياء اللي كانوا كيديروها الناس وما كيديروا للدراري، ادويه ضد البخاخات ديال لي زانسيكت، نعم مبيد الحشرات، مبيد الحشرات هذا تقدر تمشي ليه العين، يقدر الا كان ازماتيك يتخنق يمشي فيها، يقدر الوغ نو ما نديروش هذه الوسائل باهظه، وكنعرفوا انه ماده سامه والشعر ديالنا فيه ما سام كيدخل هذا كتكون اجرام، شحال من واحد وقعت ليه مشاكل اللي ما عمرها ما زالت الوغ كو لو بروبليم نقدروا نعالجوه بهذه الطريقه. نعم تبارك الله عليك دكتوره نائلة، هذه المره سؤالي شنو الفرق ما بين القمل اللي كيكون في الشعر والقمل اللي كنشوفه بعض المرات في الجلد ديال الانسان، وكذلك سؤالي واش ممكن انه القمل اللي في الشعر يمشي للجلد ديال الانسان ويكون كذلك مناخ ويعيش فيه؟ الوغ كاين واحد القمل ديال جلد الانسان دوينا عليه ديك المره، مختلف على القمل ديال الشعر دوينا عليه ديك المره الا في الموضوع ديال الحكه، وكنا شرنا بانه هذاك النوع ديال القمل كيجي للناس نيت اللي عندهم ظروف صحيه والنظافه جد مفرطه، اون جينيرال كيجي لي فاغابون الناس اللي ما عندهمش ان دوميسيل اللي كينعسوا بزاف في الشارع واللي عندهم واحد الحاله خطيره ديال الاوساخ، قله النظافه ما يمكن ان القمله سي بوسيبل انها تخرج مع العرق وغادي تمشي في لو كور ان بو، ونقدروا نلقاوها في الكتاف سورتو ملي كيكون الشعر طويل، مي راه اون فوا كتخرج من الشعر ما كيكونش داك درجه الحراره اللي قلنا خاصها 32 دوغري، كتبقى نهار يومين ابخي ال كتموت. مي ملي كيكون قمل بزاف تخيلي معايا ومحطوط في واحد لو لي ولا في شي فراج راه ويجي ان نوتخ اونفون راه غادي تعادها فاسيلمون داكوغ. الوغ اللي عاود نعرفوا انه القمل ما كيقدرش يعيش في البروده، لذلك لانه من بعد ما كالعلاجات حنا دوينا على العلاج ديال الشعر بهذه الطريقه بمانيغ انرجيتيك والمشيط بزاف، ونديكلاغي لو كان للمدرسه، لان الا ديكلاغيت راه هذا واجب باش غادي نقلبوا وليدات اخرين ونعالجوهم باش هذوك الوليدات ما يدوش امراض اخرى تاهما للعائلات ديالهم للجيران ايتو، دونك واجب عليا انه دابا الحمد لله راه ما بقاتش حشومه، ستادير كو يسوفي انني بلا ما نقول غير الاسم ديالي نمشي لشي واحد في الاداره ونقول له فوالا راه ولدي لقيت عنده ولا نهز التليفون ولدي لقيت عنده هذا فيغيفي في هاد لا كلاس، ما فيها باس يعني ما فيها حتى شي باس، يعني عارفين النظافه ديال الوليد ديالك طيله العام وطيله السنه، فين ظهر فيه هذا المشكل مره واحده خلال السنه فبطبيعه الحال غتكون عدوى من حد اخر، فما نحسش انه يعني مثلا فيه تانيب ليا ولا لانني مثلا ما كنعتنيش بالوليد ديالي وبالنظافه ديالو يعني كيف ما لازم، وخصني نقلب الوليدات كلهم في لاج سكولير كو سا سوا لا كريش ولا ليكول، خصهم يبقاو يتقلبوا كل نهار ولا كل نهار فاش كياخذوا الحمام ديالهم واش فيهم ولا لا، لان مرض كيجي الاطفال بزاف، دونك لي زوبجي في الدار لان ملي كيخصهم حتى هما بحال دابا سورتو لي سياج اوتو ناموسيات يتنقاو، ملي غادي نشوف ولدي عنده شعره عامر بالقمل راه اوتوماتيكمون حيت ما غنتسناش حتى تموت في هذاك الوقيته اللي قبل ما تموت تقدر تكون تعادي واحد اخر، دونك خاصنا نداويوهم، وكاين بخاخات اللي كيصلحوا لهاد المناطق سيتادير لي زوبجي اللي كيكونوا سويه باش نحيد منهم، كاين كذلك لو دودو او النونو سي لا كان عند لابيلوش
اللي عند الطفل اللي باش كيلعب، اللي بعض الاطفال كتكون قابطينها دائما مده تيزاني كتسعاده حتى هي تقدر تعاد بالقمل. الوغ لذلك ما ننساش انني نقيها، ونقدر ندير واحد الحاجه سهله انها نصبنها ونشدها ونرميها في الفريغو، لان ما القمل ما كيغيزيستيش لواحد درجه الحراره مرتفعه. كيموت كيموت سور لو شون. اذا البروده ما تقدرش الا خليتها 8 السوايع في الفريغو غادي ما تكون فيها حتى شي حاجه. وكذلك درجه الحراره المرتفعه 60 دوغري، الا بقى 8 السوايع في 60 درجه ما كيبقاش. طيب نتكلموا هذه المره دكتوره نائلة دراعو، دائما موضوعنا على القمل. بالنسبه يعني واحد من الاعراض، واش الحكه بوحدها ديال الوليد مثلا الشعر ديالو راه يعني راه فيه القمل؟ لانه دابا يمكن الكثير من الامهات كنعرفوا بعض الوليدات فيهم عاده دائما كيحك الشعر ديالو هو ما فيه حتى شي حاجه، فيمكن الام كتبدا تخوف. الوغ اكسيلون، لان ما دويناش من قبل على الحكه، الوغ هي العامل اللي كيفاش هي العلامه الوحيده اللي كتكون، وبعض المرات ما كتكونش الحكه. مي لو بلو سوفون الحكه، نشوف وليد كيحك نمشي نقلبو ونكون عندي في راسي في بالي يكمل القمل والصيبان. فتيغ الحكه هو العلامه الاولى والعلامه اللي كيظهر فيها هادشي. مي دي فوا ما كيكونش الحكان، سورتو فاش كيكون بقى الصيبان وما كاينش. حيت شنو كيوقع لهاد القمله؟ علاش كاين هاد الحكان؟ القمله باش كتعيش خصها تمتص الدم، وسمحوا لينا على هاد الحلقه لان شويه كتجيب الاحساس بالحكه. ولكن الموضوع بما انه خصنا نهضروا عليه، الطريقه هي الاذاعه القريبه من كل المستمعين الكرام، فكان ضروري نتكلموا عليه كيف ما شرنا، خصوصا انه حتى في الاستشاره الطبيه كيف ما شرتي ليا، فالكثير من الامهات بداوا كيتشكوا منه، ظهرت عدوى في الكثير من المدارس مؤخرا، فكان ضروري نطرقوا لهذا الموضوع في الصحه والسلامه. الوغ القمله باش تعيش هذيك المده اللي تكلمنا عليها 10 دي جوغ حتى دي جوغ باردون، الوغ خصها كتعيش على الدم، دونك كتمتص. دونك اون فوا كتوصل لجلدة الشعر كتلوح واحد مادة مخدرة اللي بها كتقدر تمص الدم بدون ما يكون ألم، وهذيك المادة المخدرة كشوية كتجيب الرغبة في الحكة لأنها أليرجيزونت، يعني كتعطي بحال واحد إيريتاسيون أو التهاب في الجلدة، داكشي علاش كيكون الحكة. والقملة لازمها تمص كل نهار لوسون باش كتعيش، فوالا. دونك هادشي علاش كيكون الحكة في القمل. دي فوا ما كتكونش ملي كتكون القملة مثلا طاحت ولا مشات ولا بزاف هذا، وبقى غير الصيبان او لي لونت، والحكه كتقدر كتولي ابسونت. الوغ كاينين امهات اخرى، بغينا نطرق واحد الموضوع اللي كتقول لك انا كنعالج وكنفدير وكنفعل، ولكن هذا الشيء كيبقى يرجع ويرجع ويرجع. الى رجع كاين واحد الخلل في هذيك لاشين، باقي ما حليتش لاشين وساليتها، سيتادير اما الوليد كيجيه من بلاصه اخرى، اما هذاك الصيبان ما حيدتوش بطريقه انرجيتيك بالمشيط، وكيبقى ذاك الصيب ذاك البيض وكعاوتاني كيولد قملات وحدين اخرين. دونك لازم نشوف هاد جوج حلول، غادي نرجع للمدرسه وغنقول لهم فوالا فيريفي راه كاين شي واحد راه كنعالج انا ولدي، ولكن عاوتاني كيرجع ليا كيمرض عاوتاني راه عندكم القمل في ليكول، او بيان غادي نعاود ندير دواء بطريقه منتظمه راه كل نهار. راه جو سي سوني ماشي سهل، راه عارفين الامهات وفاهمينهم، ماشي سهل باش تحكم في وليد ولا بنيه وتحطها حداها وتبقى تمشط ليها وهي كتغوت وكتبكي وكدير، ولكن راه هذا الشيء اللي كاين. دونك راه سي كوم سا، وما غاديش يتعالج. ومن بعد ما كيكون علاج كاين واحد جوج الزيوت اللي كيخليو انه كيحافظوا على الشعر باش ما يتعاداش مره اخرى. دونك بواحد الطريقه نسبيه ماشي طريقة 100%، هو زيت الكوكو وزيت الخزامة اللي موجودين ماتنو في الصيدليات وموجودين في لي بارافارماسي ايتو، واللي كيخليو الوغ فين كنديرهم، لان الا بغينا دايوغ نقلبوا على القمل والصيبان كنمشيو لواحد المنطقه اللي هي ورا الودنين، باسكو هذيك المنطقه كتكون عندنا سخونه بزاف، وفي الرقبه، هادو هما المناطق اللي غنلقاو فيها سيغتانمون البيض ديال القمل وهو الصيبان. الوغ وهنا كندهنوا باش ما يتصابش الطفل. دونك كاين هاد الوقايه البسيطه حتى كيتعالج، عاد نعملوا ليه زيت ديال الكوكو ولا زيت ديال الخزامه في هاد المناطق. نعم كنخلطوهم وكندهنوا بهم الشعر، اما هادي اما هادي، غير وحده فيهم، غير وحده فيهم وكنديروهم في الجنب ديال الشعر وفي الرقبه، باش حيت سوفون كاين البنيات اللي ما يبغيوش داك لاسبي مزيت ديال الشعر كل نهار، دونك ندير غير شويه في هاد المناطق باش دونك تبين انه العدوى كتقل الى استعملت هذا الزيت. نعم احنا راجعين دائما باش نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ماد غاديو. مرحبا بكل طبعا التساؤلات ديالكم وكل اتصالاتكم عن طريق ارقامنا الهاتفيه اللي هي 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 0009، والا عن طريق الرقم الخاص دائما برسائل اس ام اس اللي هو 5080. ما تنساوش قوموا بكتابه كلمه صحه اس
الرشقة، خليو فراغ وبعتوا بسؤال ديالكم إن شاء الله ونجاوبوا عليه خلال الحلقة. القمل كمشكل ارتبط زمان بظروف اجتماعية واقتصادية مزرية، ولكن اليوم فالعدوى ممكن أنها تشملنا كلنا بغض النظر على الظروف الاجتماعية ديال كل واحد فينا، وعادة فهو ما كيصيب الأطفال أكثر وتحديد البنيات أكثر من الوليدات، أمر طبيعي لأن الشعر ديال البنيات كيكون شعر اللي هو طويل وكثيف بعض الأحيان. القملة عادة ما كتعيش 10 ديال الأيام من بعد كتموت، ولكن كل قبلة كتخلي حوالي 300 بيضة في الشعر قبل ما كتموت. طبعا هذا الأمر هو اللي كيخليه أنه كيرجع مرة أخرى في حال أنه العلاج ما كانش فعال، واللي في غالبا ما كيكون عبارة عن بخاخ أو رشاش أو لمرهم بوماد في بعض الأحيان، ولكن دائما تحت استشارة طبية زائد نظافة اللي لازم نحرص عليها بشكل وبدرجة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال. شرط اليوم ضيفنا الدكتورة نائلة دراعو، الأمر مهم جدا أنه حتى ديك المشطة اللي كنستعملوا للوليد ولا البنيتة لازم تكون داك الشكل اللي هو رقيق. وقالت اليوم واحد الحيلة ممكن كذلك نعملوها في ديك المشطة، كناخدو خيط وكنمروه على الأسنان ديال هذيك المشطة طبعا 3 حتى 4 ديال المرات، ومن بعد كنمشطو الشعر بواحد الدرجة اللي كتكون كبيرة، يعني ماشي كيف المشيطة ديال كل يوم بطبيعة الحال، لأنه هنا الغرض أو القصد ديالنا هو العلاج. فهذا الأمر كيخلي أنه داك البيض اللي هو في الشعر كيلصق أو كيرتبط بهذاك الخيط وكيزول، والنظافة كيف ما قلنا بشكل اللي هو يومي. وكذلك اليوم شرط ضيفتنا الدكتورة نائلة دراعو أنه ممكن نستعملوا إما بزيت الخزامة أو لا زيت الكوكو من بعد ما الوليد طبيعة الحال كي ياخد الحمام أو الدوش دياله أو حتى البلية، فاحنا كنختار واحد من هاد الزيوت إما زيت الخزامة أو لا زيت الكوكو، وكنعملوه كدهان على الفروة ديال الرأس وعلى الشعر مع الحرص على النظافة دائما. وكذلك تحرص الأم على أنها تعرف شنو السبب اللي خلى الوليد أو البنيتة تجيه العدوى من القمل، ممكن مثلا من المدرسة، ممكن من الكخاش كيف ما شارت كذلك ضيفتنا الدكتور نائلة دراعو، وممكن كذلك إذا كان كيمارس هواية أو للرياضة معينة من القاعة الرياضية، أو لا حتى مثلا إذا كان نعرفوا بعض المرات أنه الوليد ديالنا عنده أصدقاء، عنده شي حد في العائلة، فذاك الاحتكاك اللي كيكون مع الوليدات ممكن كذلك يعطي العدوى ديال القمل. فكانت هذه النصيحة اليوم في برنامج صحة وسلامة. نتمنى تكونوا لقيتوا راحتكم معنا. موعدنا في الحلقة القادمة مع ميديتال وصحة وسلامة. ميديتال ديما راحتك. ورجعنا على ميد غاديو، دائما الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. نذكر كل أوفياء أنه أرقامنا الهاتفية هي 05-22-46-72-51 أو 52 أو 05-22-43-00-09، وإلا عن طريق رقم الخاص دائما برسائل SMS اللي هو 50-80. كيكفي أنكم تقوموا بكتابة كلمة صحة SAHA، تخليوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. ثمن SMS هو 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. غادي نمشيو لاول سؤال معنا اليوم دكتور نائلة دراعو باش نجاوبوا عليه. هي صباح من مدينه الجديده، فصباح كتقول عندي وليد في العمر ديالو 4 سنين، اكتشفت مؤخرا انه فيه واحد الحشرات كتقول هما ماشي على الشكل ديال القمل، وانما حشرات اللي هي صغيره واللون ديالها احمر، واش هذا قمل او لا؟ وقالت انها عملات العلاج ولكن يعني اختفى من واحد المده ورجع ليه عاوتاني مؤخرا، كتقول هما حشرات صغار بزاف واللون ديالهم احمر في الشعر ديال الوليد. ممكن انه القمل حتى هو فيه انواع دكتوره نائله؟ لا، اون برينسيپ القمله ما كتكونش حمراء، كتكون ان بو غريز رماديه، وعندها كتبان لنا عندنا الرجيلات ديالها ايتو صغيوره بحشرات حمراء سميتون. نعم، طيب العلاج غادي يكون كيف ما شرنا ليه؟ كنظن ديجا الا كانت بحال هكا وشافتهم الاحسن ان تمشي للابوغاتوار ودير بريليفمون وتعرف شنو هو داك الحشره اللي فيه. انا كنت احسن خاصه الا كان يمكن كنظن كيعيش في شي بلاصه فيها حيوانات منزليه بحال بوسيبل يكون عدوى من نوع اخر من لي زانيمو، ولا الا كانوا بحال مثلا الوغ لي بولي لي موتون بوسيبل تكون شي حاجه اخرى، ماشي ولا بد القمل تكون شي حشره من نوع اخر. من الاحسن بعد الاستشاره ديال الطبيب وتحاول تمشي للمختبر وياخذوا داك الحشره وتحلل باش تعرف ان نوع ان فاصله. نعم، غادي ناخذوا هذه المره اول مكالمه معنا هذا الصباح. الهام على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير الهام. صباح النور اختي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. ممكن ندخل معكم؟ مرحبا بطبيعه الحال. عندي دو في، وحده عندها 6 سنين وحده عندها 3 سنين. البروبليم عندي البنيته الكبيره اللي عندها 6 سنين شعرها كثيف بزاف وزغبه رقيقه رطب، وصافي 3 سنين ملي دخلت لا بيت سيكسيون هو القمل ماشي حيدش منا، ما تنعالجوش بهذه الطريقه اللي كتقول الدكتوره. يوميا يوميا مي شاك سيمين تنحاول ندير لا بوماد
البخاخ ما قدرتش عليه درت ليها وبقات فيها واحد لا بخيغي بقات تضحك تضحك ما قدرتش. شحال خليتيه لها مد الوقت مدام البخاخ اللي بغيت نبيتو فيها؟ لا 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 هذا هو لا ليغور حكويت قال بغيت نبيتو فيها ما قدرتش عليه. انا وصلت مع واحد الصباح مي بيان سيغ راه نورمالمون خصك تخافي عليها باسكو الا كانت ازماتيك ولا عندها بروبليم في الريسبيراسيون راه يخنقها ولا عاود حكت به عينيها راه يقدر يدير لها التهابات في العين. نورمالمون كيف ما شرنا على حسب السن من نص ساعه حتى لربعة السوايع هذا هو الماكسيموم على حسب لاج. وشنو عاوتاني؟ واش كاين شي انواع ديال الشعر اللي هما تيفرزو؟ بيان سور حيت انا عندي راسي هاد بنتي هي شعرها يمكن تي ماشي كيفرز تري بيان تبارك الله عليك راه نسيتي واحد النقطه مهمه فعلا تبين ان كاين شعوره كيشدوا ماشي هما كيفرزوا البيض كيشدوا القمل والصبان اكثر من شعوره واحدين اخرين. راه شرنا شعره البنات شعره الطوال كيف ما شرتي الكتفين فيهم لو فوليوم الشعره اللي كيعرقوا ساكن دي الوليدات كيعرقوا اكثر من وليدات اخرين. هاد الوليدات كيتصابوا اكثر منهم بهذا المشكل ديال القمل والبنيه الصغيره ما تعادتش. قلت لكم بنتي اخرى واخا زعما تنعسوا في لا ميم شومبر ما تتعاداش بتاتا زعما جو شيرش وداك الشيء ما تتعاداش. دونك دابا المشكل اللي عندك الكبيبره يمكن الكبيبره هي اللي عندي فيها القمل. وعلمتي المدرسه؟ ما علمتهمش حيت جي شونجي ديكول كاريمون وعاود رجع لها. لا شو ما تمرضيش الله يخليك ما تمرضيش وما خصش جميع الامهات يمرضوا حيت هادشي راه ولا عادي وكنهضروا عليه فخطو وما عندوش علاقه بقله النظافه ماشي لي غوغ ديالك ماشي هذا سي وعتي شوفي غير الاخبار وغاتي بو طابي لي بولونت اون فرانس في كندا في الاتازوني سي المرض نيميرو 1 اللي كاين عند الاطفال في الامراض الجلديه. دونك ما تحسيش بشي حشمه او كونطري انا كنتمنى انك تهزي التليفون حتى ليكول وتعلميهم بان لقيتي ولقيتي وغيتقبلوا هاد هما الا كانوا وليداتهم كيقراو تما راه فيهم مي باش نحصروا العدوى حيت الا ما درناش هذا الشيء راه ما غاديش يكون الخير لتا واحد لا البنيت ديالك ولا الوليدات الاخرين. الا ما شاء الله ما خايفاش انا والبنيته ديال 3 سنين تعاد نهائيا قالت هي جربات كتنعس حدا الاخت ديالها وما كانتش العدوى ما كانتش ولكن الا ممكن انا ما تعاداش مره ولا زوج ولكن مستقبلا راه تقدر الشعر ديالها تقدر تعادوا من وليداتهم. راه كاين ام بقوه لو كونتاكت والاحتكاك واخا هذا مرض الاطفال ما كيجي حتى البالغين وبوليداتهم عادوهم وعاود سيروا سيروا كتبقى ديك لاشين كبر والجيران والناس اللي كيجيو للدار العائله ايتو وهذا الدور ديالنا ك دي جون يعني سيفيل خصنا نحصروا هادو بهاد لي دو شوز نعلم اي جو تريت بيان. كاين دي فام كيجيو كدول ما بقيتش بغيت نداوي بنتي صافي عييت ونو سي با لوجيك واش بقى مسكينه ودا كتبان لك البنت كلها كتحك حك حك عرفتي. وكاينين عاوتاني الخطره ملي كيمرضوا وليدات رضع حيت هنا حتى البخاخ ما كيسيبورتوش بزاف كتكون كيف ما كنقولوا داك لا فونتانيل ديالهم او الملغيغه باقا محلوله دونك كنخافوا من دويصيبهم شي حاجه اخرى ايوا ما نوصلوش لهذا الشيء نحاولوا فوالا. طيب باش نقدروا نصحوا الهام هنا دكتوره نائله هي حتى الخطا اللي عملت انه الرشاش بغات تخليه هذاك الشيء رغبه فيها ان الدوي ماما راجو لا كومبرون فهمتها مي ما نديرش زياده من راسي ندير داكشي اللي غيقول الطبيب نمشي نشوف وندير نحترم هذوك لي دوز وحاجه راه ما كتعالش فداك الساعه راه كيف ما شرت لك راه دو سيمين ديال لو تريتمون جوج الاسابيع وانت كداوي كديري البخاخ وكتغسلي وكتمشطي. وكاينين دابا دي زاباري اللي كيتباعوا اللي ما عندناش ما جو بونس با واش عندنا في المغرب ما كاينين في بلدان اخرى اللي هما بحال كيدير بحال المشطه كتبقى تحيدي بهم بحال كيفليو كيحيدوا ديك الصبانه ولكن خاص يكون الوقت راه تقدر تاخذ ساعه ساعتين وهي كتفلي باش كتحيد كل صبانه بوحديتها ملي كتبان لها وكتحيدها بداك لاباغي. يعني انا جو بريفير لا ميثود ديالنا تراديسيونيل كانت بوسيبيليتي نجيبو ديك لاباغي نجيبوها دونك نمشط بطريقه انرجيتيك ونشد الخاطر البنيه باش انها تصبر اللهم غتبكي واحد شويه وغادي نعالجها ولا نبقى دائما خايفه من انني نمشط لها ونفحت لو بروبليم. ونشيروا كذلك الالام انه مره في الاسبوع راه ما كافيش. حنا تكلمنا على انه بشكل يومي مده جوج الاسابيع وعاد من بعد اون فوا كنتاكد وكيبان لي بان الصبان مات ولا بحال داك الصبانه اللي هي ناشفه بيضه بزاف وماشي على 1 سنتيمتر من جدر الشعر كتبان لينا طلعات الفوق الشعر هنا راه عندي راه سي تري بيان راه مات داك الصبان دونك غادي يبقى لي غير المشط باش نحيدو نمشط يعني حتى فاش كنديرو الدواء مزيان كنخليو اما مره في الاسبوع باش نكونوا متاكدين بان البيض كله مات وإلا بقى داك الناشف بوحديتو كنبقى نمشطو باش يزول باش يحيد. فوالا نمشيو ناخذوا لبنى هاد المره على الخط. صباح الخير لبنى. صباح النور كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا بك. الحمد لله لبنى. كنشكر الدكتوره الله يبارك فيك اهلا وسهلا. بغيت نسولك دكتوره الله يخليك.
بنتي دابا عندها تقريبا 4 سنين دابا تقريبا شي 4 شهور كان فيها وحيدت ليها درت البوماد وتحيد نهائيا ما بقاش فيها لدرجه ان تسيبان كنحيدو وحده بوحده. برافو عليك هادشي اللي كتقولي. ولكن دابا تقريبا شي سيمانه هذه باش رجع ليها. الوغ ودابا البنيه فين كتقرا؟ كتقرا في لا موين هذا العام. واخا ومشيتي علمتي المدرسه؟ لا ما مشيت. ايوا سيري علمي المدرسه راه غتكون جبت. ولكن اجي نقول لك دكتور الله يخليك واش هو كيتعادى؟ ما فهمتش كيتعادى يعني كتكون الدريه بعيده من الدريه كيفاش كيتعادى؟ لا لا دابا هما واش الوليدات انت ما كتشوفهاش المدرسه كيفاش كتكون؟ الا باقي عندك شويه ديال الذكريات تاع الطفوله اش كيبقى للوليدات بيناتهم؟ كيتعانقوا كيتشادوا كيجري وكيتلاح واحد على واحد راه عرفتي كيفاش؟ وفي هذاك ملي كيبداو يعرقوا وكيعرق الشعر ومتكين على بعضياتهم صافي القمله ما كطيرش راجل دي توتالو راه ما كطيرش وما كتنقش ولكن غتمشي ليها غتمشي من صغيبه ويحداها تخيلي سورتو الا كان الشعر طويل وهبطت على الكتفات ديالها والبنيه متكيه على غير كتفها وغتنقز للشعر الاخر غتمشي للشعر الاخر باردون ماشي غتنقز ليه مي غتمشي وغتمشي للشعر الاخر عاد الا كانوا هاد الوليدات ملي كيبدلوا مثلا لو سياج ديالهم كيكونوا في شي بلاصه مثلا حيت كيكون كيديروا لهم سورتو لا بتيت سيكسيون ما كينعسوا دونك كينعسوا في دي مات لا ديفو على حسب لي كريش دونك كتنعس كتجي وحده اخرى غتنعس في نفس البلاصه غيتخ هذا لان قلنا بان القمله فاش كتخرج من الشعر ما كتموتش ديك الساعه كتموت من بعد نهار حتى اليومين ذاك نهار ويومين كتبقى تقلب على شي شعر فين غتمشي دونك الا تكى عليها شعر غتطلع وغادي تدخل وغادي تقلب على لوسون لان الغرض ديالها هو الدم اللي كيكون في الفروه ديال الراس. نعم داكور دونك العدوى راه كاينه بهذه الحقده. نعم. نحد وفي داري حتى انا ملي تكون ما عندكش وليدات اخرين؟ عندي وليد من غيرها. وليد كارسون ما تصابش هو؟ أه؟ ما تصابش ما كينعش حداها؟ لا ما كينعش وحيت لي غارسون ما كيجيهمش بزاف الا لاحظنا ده مشكل اكثر خاص بالبنيات اكثر عرفتي اختي دابا ملي رجع ليها ما نكذبش كيف قالت تعقدتي قبل مني مرضني عرفت غيمرضك بداي بهذا وتبارك الله هي نجحات المره الاولى في انها تعالجها انا حيدته بمره برافو عليك سي تري بيان لدرجه كنحيد وحده بوحده هادشي اللي خصك ديري وغتمشي دابا للمدرسه وغتعلميهم قال لهم قلبوا الوليدات راه بنتي راه باينه منين جا من تما باش يشوفوا تما وليداتهم اش كيوقع ماشي المربيات اون جينيرال كيعلموا لي مامو والمامات كيقلبوا وليداتهم في الدار صافي وكيبداو خصهم يعلموا بلادا باش كيعاوتاني بحال اون بريز دو كونسيونس كنحاولوا نشوفوا شنو واقع شنو كاين حتى المدرسه راه كتنقي البلايص اللي كيبارطاجيوهم الوليدات باش ما يتعدوش وليدات اخرين اي بي فوالا الا درنا هكا وعلمت او بي جو تريت بحال اللي درتي تبارك الله عليك درتي كلشي وكتمشطي وكتهضر راه غادي نحدوا من هذا المرض ان شاء الله. غادي ناخذوا الهام معنا على الخط من مدينه اسفي. مرحبا بك الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يطول عمرك. شكرا دكتوره نائله. الله يبارك فيك. كتنفعنا صراحه. شكرا. انا بغيت غير نشارك التجربه ديالي مع القمل ومع بنتي. ديجا فاش كانت في لا موين سيكسيون لا غروند سيكسيون كانت كنعاني من هذا المشكل هذا وتابعت الطريقه التراديسيونيل يعني كنجلس بالسوايع كنجبد بالوحده بالوحده حتى حيت كل شيء. تبارك الله عليك. وي وما بغيتش ندير لها شي حاجه شيميك باسكو يعني خايفه عليها هي باقا صغيره وما درت لها لا برودوي شيميك لا بوماد لا بخاخ لا حتى شي حاجه غير هو خاص شويه الصبر ودابا راه دابا راه في سي او 2 والحمد لله ما عاودش رجع ليها نهائيا وخا هي شعرها كثيف شي شويه وفريزي يعني بوكلي ما غاديش يمكن يعني تمشط بسهوله ولا يتحيد داكشي بسهوله انما غير خاص الامهات شويه تاع الصبر ويحيدوا يتبعوا ديك لا فاصون تراديسيونيل اكزاكتو مرايا طامي بالوحده بالوحده فوالا بالوحده بالوحده حتى حيد كل شيء تري بيان وانت ملي البنيه عندك لي شوفو بوكلي تقدري ديري ليها زيت الخزامه ولا زيت الكوكو غايجيها مزيان ومام طو غيخلي لها لي بوكل فوالا راه جيستومون دابا راه كندير لها زيت الكوكو يعني ماشي عارفه بانه راه ما غاديش حاجه انا غير عجبتني داك لا تيكستور ديالو فوالا غتجي معاها فوالا عجبني كيفاش كيرجع لي شعر بنتي دابا كنديروا لها يعني دائما تقريبا يوميا كنديروا ليها وراه ماشي ميدم ما تخليش لا 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 عادي بوغ لي شوفو بحال دابا ديال البنت كيف ما شرتي بالعكس غيجيوها زوينين وغيدو دي بوكل با مال وي تبارك الله عليك الهام وشكرا لك. الله يطول عمرك. شكرا لك على تواصلك معنا. شكرا لك ان شاء الله نوع التجربه ديالك بالفعل يستافدوا منها كثير. لان هذه ام صبره وعارفه ومشات وحيت فعلا راه البخاخات شنو قلنا في بدايه الحلقه راه غير كيرخيوهم واحد شويه باش كطلع هذيك لاكول كتطلق شويه وكتهذا مي راه ماشي هما اللي غيقتلوا ماشي هما العلاج المشيط ونحيد السبن راه ديال لا ميثود فوالا ناخذوا اكرام هذه المره معنا من مراكش. صباح الخير اكرام. اكرام صباح الخير. ناخذوا نزهه من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك نزهه. الو صباح الخير اختي. صباح النور. دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله نزهه مرحبا. سنه سعيده عليكم. يعني نوع عليك ان شاء الله. شكرا لك نزهه.
عافاك انا بغيت نشارك، انا بغيت نعاود على التجربه اللي تبارك الله عليك منها انا وبنتي. جبت المهم جاء لبنتي وبحال تعاديت منها انا اكزاكتومون وبقيت عليه انا بالمشات كما كيعاود السيده اللي قبل بالمشات بالمشات، ولكن انا يا ما درت انا لا بوماد لا والو، درت مايونيز داكوغ هذه معلومة سمعتها. ايوا درت مايونيز مزيان وزمطتو على الشعر وصافي، عاودتها شي ثلاثة المرات ما بقيتش شفتو لحد الان. ايوا الحمد لله، حتى انت بريتي ياك نزهة حتى انت ما بقى فيك والو. لا ما بقاش فيا والو. ايوا الحمد لله، شكرا لك كنزهة، شكرا لانك تواصلتي معنا طبعا، وتحية لكل الامهات اللي اليوم بغاو يشاركونا حتى التجربة ديالهم يعني كيفاش عاشوها. باوي لان الموضوع معروف تبارك الله عليهم زعما الا ميتريز بيان، لان اي عائلة واي دار هانتوما شوفوا فيها المشكل ديال الصبان والقمل، كاين الناس ما دواوش مي راس باش نعرفوا راه كثير بزاف. وتبارك الله على لي ماموم اللي كتكون عندها الطاقة باش تمشط وتحيد وراه. والجميل كذلك عند الامهات يعني عند بعض الامهات دكتورة نائلة انه ما كاينش ديك المسألة ديال الاحراج، مشكل صحي بحال أي مشكل، أي مشكل ممكن أنه البنت والوليد يتصاب به. ناخذوا إكرام معنا على الخط من مدينة مراكش، تفضلي إكرام. أهلا السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. الله صافي أن غون أن غون غون بليزيغ اللي كنهضر معكم. شكرا لك إكرام. لأن صافي تخوا ما يمكن بلا غونتخي سكولاغ وأنا عندي هذا المشكل هذا. أون بليس بنتي عندها لي شوفو فان اللي رقاقين بزاف ورطبين بزاف. ودغنيغمون يمكن ملي دخلنا من لي فاكونس واش لي فاكونس ولا ليكول جو سوي با سيغ، ولكن ما عرفتش اشنو كيفاش وقع ليا تلقى تنفحك بزاف. وي مي ابخي هي هذيك بقيت نقلب وعرفتي ما نقولكش راه بكيتي يمكن عرفت شتو كنقول لان عرفتي باش لفات الواحد زعما لونتروتيان شاك جو وشوف الاخر كتلقاي هادشي. وكنتمنى انك تكلميتي ملي سمعتي هاد الحلقه ياك شحال هذه قلتوا غادي ديروا هذا الموضوع. وعدناكم والحمد لله حنا وفينا اكرام بالوعد ياك. والله يستر جوغ بحق ما بقيت كنتسنى هذا النهار، واون بليس راه كنت خرج يمكن وجيت ونلقى لي ميسيون بدات هذاك الشيء باش ما عرفتش شنو هو هذا البخاخ اللي قلتي. هذا بخاخ كيكون في الصيدليات، دونك من الاحسن تاخذيه تحت استشاره طبيه، اما تمشي عند لو بيدياتر ديال الطفله ديالك ولا عند طبيب الجلد وغادي يكتب لك النوعيه ديالو، لان باش خصو يقول لك حتى كيفاش الاستعمال ديالو، ما خصوش يستعمل بواحد الطريقه بحال المثال الاول ديال السيده حاولت انها تبيته في شعر بنتها ومن بعد نات في الوحده الصباح كتغسلو، وعلى حسب حتى النوعيه ديال البشره ديالها واش عندها حساسيه ولا لا ايتو. كنتمنى انك تكوني لقيتي دي ريبونس للاسئله ديالك وعرفتي منين كيجي وكيفاش نتحكم في العدوى ديالك. نعم نمشيو هاد المره دكتوره نائله ونجاوبوا عائشه. عائشه بعثت طبعا بالسؤال ديالها عن طريق الرقم الخاص برسائل الاس ام اس اللي هو 5080، كتقول انا عندي المشكل ديال القمل في البنيته ديالي، فهو مشى ما بقاش، ولكن دابا عندي المشكل ديال الصيبان باقي، فكنستعمل غير البوماد بوحدها اللي عطاني الطبيب، فما عرفتش دابا شنو الحل، مع العلم انه الشعر ديال البنيته ديالي هما زوج ديال البنيتات كتقول انه رطب بزاف وطويل، فكتقول لي بحال الشعر ديال الهنود. تبارك الله عليك عائشه. الوغ الا بقى الصيبان، اولا الا قدرتي تعرفيه واش صيبان حي ولا صيبان ميت. الحي كيف ما شرنا كيكون بيض من فوق شويه وكيبان لنا بحال الكغيف الوسط ديالو وقريب جدرجه الشعر بتي سنتيمتر، والميت كيبان لنا نشف وكيسهل الازاله ديالو وفايت 1 سنتيمتر. الا بقى غير الصيبان هنا فين خاصك تنوضي بحال اللي شارت المراه الاخرى وتبقاي تنقي شعره بشعره وتحيدي داك البيض، حيت الا بقى من بعد كلكو جوغ راه غادي يتحلوا البيضات وغادي يخرجوا قميلات وعاوتاني لو سيركل غادي يبقى داير. نعم نجاوبوا كذلك ابتسام من مدينه الرباط. فابتسام كتقول دكتوره نائله انه عندها البنيته ديالها عندها مشكل ديال الحساسيه من كل العلاجات اللي هي يعني الكيماويه واللي خاصه بالعلاج ديال القمل وهي فيها، فما عرفتش شنو تستعمل ليها وخايفه عليها انه تعمل رده فعل ديال الحساسيه لانها كتعاني منها. فعلا متفقه معها. فما شنو الحل؟ الحل هو انه غادي تاخذ تغسل ليها بان شامبوان اونتيبو موجودين في الصيدليات، ومن بعد الغسله الاخرى تمشط مزيان بحال اللي شارت السيده اللي قالت لك ما استعملت حتى شي حاجه طبيه غير لا ميثود تراديسيونيل، غتمشط تمشط تمشط وغادي سافا لوي بروندغ بوكو دو طون ساعه ولا ساعتين وهي كتمشط لهاد البنيه، ومن بعد دير اللي شرنا الماء مخلط فيه واحد نص كاس
ديال الخل وتبقى كل نهار ايه نهار لا وهي كدير هادشي فوالا حتى هي ما تبقاش تلقاه. نعم تبارك الله عليك دكتوره نائلة دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه والشعر والاظافر. نصيحه اخيره نختموا بها. نصيحه اخيره هو بركه علينا من هاد الحلقات اللي كيجيبوا الحكه للناس وكيمرنا باسكو اللي كيبكى كلها غتبدا تحك. دونك كنوعدكم ان في الحلقات المقبله غنتكلموا هاد المره على مواضيع عندها علاقه بالتجميل. تخرجوا شويه من المواضيع المرضيه ما كاينش غير هادشي في الاختصاص ديال طب الجلد ونتكلموا على توسكي ان شاء الله استيتيك في الحلقات المقبله ان شاء الله. وحنا اختيارنا لهاد المواضيع كان فقط لان ماد غاديو هي الاذاعه القريبه منكم دائما وعدناكم انه غادي نطرقوا ليها والحمد لله حنا وفينا بالوعد. ان شاء الله موضوعنا جديد غادي يجمعنا معاك الاسبوع المقبل طبعا بحول الله. برنامج الصحه والسلامه دائما على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد من سعيد عقال اللي رافقتني في الاخراج وسميحه لي كانت في استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه قدوها معنا دائما على ماد غاديو. الى اللقاء.